ولون واحد يحتلني، طريق موحل أو صوت جلجلة صاعدة. ديوان هزيم المنخفض وديوان نصوصه واثقة في الإبداع، صوره تفاصيله الصغيرة مسحتها من عمق العلاقات الاجتماعية التي مررت بها ومر بها الآخرون كما قلت آنفا. حاولت وكابرت أن أجعل كل مقاطعه شعرا. الأساس في الأمر هو أنه خلاصة خيبات مضت وأخرى ستأتي. عربات الصحو يا صاحبي، عبور القطيع لا يوقفني، لا يقتلني هذا الشجن، لا يقتلني غير موتك يا صاحبي، أو يقتلني موت هذا الوطن. الكتابة الشعرية بالنسبة إلي علة وجود، ولا أجادل حين يتعلق الأمر باعتبار النص الشعري أو باعتبار الشعر سيد القول في فن الكلام. تاريخ بداياتي الشعرية ضاربة في العمق تزيد عن 20 سنة في تاريخي الشخصي. الديوان ديال عبد الله بن الناجي كنلاحظوا بأن كان هناك واحد مجموعة من التيمات المتنوعة اللي كانت كيتناولها. في البداية كان عنده واحد النوع من أدلجة الخطاب الشعري اللي كان ضاغط، وكان كان ضاغط على شعريته اللي ما كانش كيخصو، ما خلاش أن القصيدة ديالو أن تنفس، يعني كانت قصيدة لها صوت عالي جدا. الأسماء التي ساهمت في بناء هذا المعطف وبناء هذا النص الشعري الذي أتبناه هي أسماء مغربية وأسماء عربية وأسماء غربية أيضا. المقروء يمتد داخل نصوصي، لكنني أكابد وأجاهد أن أجعل معطفي خاصا جدا. الفائز في هذه المسابقة هو الشاعر الشاب عبد الله بن ناجي عن ديوانه هزيم المنخفض. مبروك مبروك، كنتمنى لك التوفيق. عبد الله بن ناجي، السن ديالي 38 سنة، طالب بمسلك الدرس اللغوي والخطاب الشرعي ببني ملال، أعمل أستاذا للغة العربية بهذه المدينة التي استضافتني منذ سنة 1996. ولد مناة حضور قوي في قصائدي بملامحها، بتراثها، بشخوصها، بإطلالتها التاريخية الحالمة. أدعوكم للتعرف عن قرب عن بعض هذه الملامح. نفتخر كون زميلنا وصديقنا الأستاذ عبد الله بن ناجي حصل على هذه الجائزة اللي تتعكس أولا الشقاء دياله مع الشعر والاهتمام دياله والهوس، هوسه بالشعر. جاءت أميمة في خليج العمر، وجاء خليج العمر، وأول العمر في أميمة زغرودة رطب صريح الملمس على ملمس صريح الرطب. وما أدري ما يقول المرء في عريش العمر، من جاء بالعرس هل يأتي ساقيا لسرائر الصحب حين يكون الصاحب سليلا. الفوز بجائزة القناة الثانية للإبداع الأدبي كان حلما طبعا، وحلم بعيد المنال. الإنصاف اللي لمسناه في الصيرورة ديال إجراء للجائزة كان مصدر غبطة. حلم تقاسمناه مع الأصدقاء ديالنا، تقاسمناه مع الأساتذة ديالنا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال. هو حلم مشترك، تتويج مشترك لي بشكل خاص للزملاء، الأصدقاء، الأساتذة، النص الأدبي أيضا، تتويج للنص الأدبي على اعتبار أنه هو بطاقة ولوج للمشهد الأدبي بشكل عام.